السلام عليكم. تكشف تحركات الانقلابيين الواضحة والتحشيد الجديد للجبهات عن توجه للعب بأوراق جديدة، هذه المرة تحت مسمع ومرأة من التحالف كما يبدو. يأتي هذا في وقت ترتفع فيه وتيرة الانتقادات حول أداء التحالف فيما يتعلق بملف استعادة الدولة. الشرعية وحدها من يقف في منتصف طريق شديدة الوعورة بين استكمال تحرير الأرض اليمنية واستعادة الدولة، وبين التخلص من عوالق بعض أطراف التحالف التي هي الأخرى باتت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الشرعية. لا مناص من مواجهة كل العوائق والوقوف مع المقاومة حتى استكمال التحرير، غير أن هذا الضعف الذي يعتري أداء الشرعية لا يزال يشكل حجر عثرة أمام تحقيق الهدف. ناهيك عن أخطاء التحالف التي باتت محط أنظار العالم واليمنيين على حد سواء. مشاهدينا، حديثنا لهذا المساء سيكون حول الشلل الذي أصاب الشرعية جراء انفلات الدور الإماراتي عن طوق التحالف في استعادة الدولة. ولماذا تأتي هذه التحركات التي من شأنها إضعاف الشرعية؟ لمصلحة من؟ ما هي أهداف إقامة ثكنات عسكرية خارج إطار القانون في جزيرة ميون والتحركات المريبة في سقطرة؟ لماذا تصير الإمارات على إنشاء أجهزة عسكرية خارج ولاء الشرعية في الجنوب؟ وكيف يمكن تفسير تخاذل التحالف أمام التصعيد العلني للتحالف الانقلابي؟ بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الأكارم. حياك الله. إذن مشاهدينا الكرام، سنتابع هذا التقرير ثم نعود للبدء في هذا النقاش. يمضي صالح الصماد على زورقه إلى جزيرة كمران، فيذهب التحالف لقصف مخيم للنازحين في مديرية موزع بثلاثة صواريخ متتابعة تودي بحياة العشرات من المدنيين. يتجول المخلوع صالح وصالح الصماد في سنحان ويعقدان لقاء بجمع من قواتهما جهارا نهارا، ويعلنان تعبئة عسكرية لجولة جديدة في الجبهات. فيذهب التحالف لقتل ثمانية مدنيين عزل على زورقهم قرب جزيرة حنيش. عمأ أو تعام، فالنتيجة واحدة: التحالف مصاب بعور في رؤيته للأهداف الحقيقية، وفيه من يجد في نفسه غضاضة من فكرة التحرير ذاتها. تحرك الانقلابيين الواضح والتحشيد الجديد للجبهات يمضي متزامنا مع الشلل الذي أصاب ولا يزال خطى الشرعية. هناك من يعزو ذلك لأسباب عدة، أبرزها انفلات الدور الإماراتي عن طوق التحالف في استعادة الدولة، ومضيه منفردا في أطماعه ومنسجما مع الانقلاب في قضم أطراف البلد والسيطرة عليه وبناء معسكرات بل وثكنات عسكرية، منها مطار عسكري في جزيرة ميون بعد طرد سكانها خارج إطار الشرعية أو صلاحيتها كما تقول مصادر عسكرية وإعلامية. تحركات الإمارات في اليمن كما يراها مراقبون وفي مناطق الساحل الغربي وباب المندب وعدن تحديدا تمضي في سياق السيطرة على مشارف المضيق عبر قواعدها العسكرية الموزعة في كل من أريتريا والصومال وأخيرا عدن. ولم تكن زيارة رئيس الوزراء لقاعدة العند إلا محاولة إثبات حضور للشرعية في قلب المعادلة، غير أن دلالة الزيارة ذهبت في اتجاه آخر وغير مرغوب فيه، إذ جاءت بمثابة إثبات جديد حول سلطة الإمارات دون غيرها على أهم قواعد الشرعية العسكرية في جنوب البلاد. تتعالى أصوات المخاوف من خطورة ضعف موقف الشرعية في إدارة ملف الحرب ضد الانقلاب وانفراط عقدها إزاء تحركات الإمارات المنفردة في الموانئ والجزر كما لو كانت صاحبة الأرض والحق. لكن السؤال المهم الآن: ما هو موقف الرئيس عبد رب منصور هادي من التطورات الجديدة في معاركه التي تزداد وتتسع يوما بعد آخر؟ إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، إذن تحركات لقادة الانقلاب مؤخرا علي صالح وصالح صماد يزورون جبهات في عز الظهيرة، كذلك الصماد يبحر بشكل يعني مرتاح إلى كمران وليس هناك أي من مشكلة. كيف تفسر هذه التحركات التي يبدو أنها تجري بشكل يعني في سياق طبيعي كما يبدو؟ أنا باعتقادي أنه المواطن البسيط والمتابع اليمني بشكل عام، نحن مجتمع مسيس المجتمع اليمني،
وباعتقادي أنه أيضا هذا المواطن البسيط اللي يتابع هذه التحركات أو يتابع هذا المشهد العام السياسي ليس بحاجة لتفسيرات نبيل البكيري مثل هذه الأحداث أو مثل هذه المسرحيات التي تدور. أنا باعتقادي اليمنيون أكثر إدراكا لما وراء هذه المشاهد الهزلية، ويدرك أيضا أنه حقيقة أنه في ثمة خلل، هذا الخلل واضح في تحولات التحالف العربي ورؤيته للحال في اليمن ورؤيته للتدخل في اليمن. أنا باعتقادي أنه هاي المجازر وهذه الأخطاء الكبيرة التي ترتكب تحت لافتة الأخطاء وأخطاء طيران التحالف في حقيقة الأمر لم تعد تنطلي على المواطن البسيط أو المتابع العادي أنه هذه أخطاء، هذه أصبحت خطايا متعمدة وتستهدف إلى حد كبير ربما تناقضات مع وسط التحالف، أنه تصفية حسابات بين هذا التحالف بين أطراف هذا التحالف، توريط لطرف ما في التحالف من قبل الطرف الآخر. هذه أنا باعتقادي أنه أبسط ما يمكن أن نستنتجه في ضوء هذا المشهد الذي يخرج فيه المخلوع عفاش مثلا والميليشوي صالح الصماد بكل بقاحة وفي ضوء النهار، ويعقدون كرنفالا احتفالا كرنفاليا في سنحان تحت عزيز طائرات التحالف، ويطوف الصماد الحديدة وشواطئها وبحارها وصحاريها أو جزرها بكل اعتداد وبكل تحدي صح هنا لغة التحدي لما يسمى بالتحالف العربي، فيما تذهب كل طائرات التحالف لتقصف خيمة هنا أو زورقة لصياد جائع فقير هنا. يعني نحن أمام مشهد أنا باعتقادي ليس بتلك التعقيدات بقدر ما غدا واضحا أن هناك لاعب دولي ما ينظم مثل هذه المسرحية ويخرجها بهذا الشكل الذي نراه اليوم، دفع اليمنيين للكفر بشرعيتهم وتحويل أنظار اليمنيين أو تقريب أو تقديم مشهد الانقلاب على أنه المشهد الذي ممكن أن نتعايش معه في إطار تسويد صورة الشرعية من قبل هذه الأخطاء التي تتم من قبل التحالف العربي. طيب يعني هل يمكن تحميل جهة واحدة فقط؟ يعني مثلا لنقل الإمارات كأكثر جهة يحمل أو تحمل الاتهامات بداخل التحالف في موضوع الأخطاء أو في مواضيع أخرى أيضا في غياب الدولة بداخل اليمن، هل يمكن أن نقول أن الإمارات هي فقط المشكلة في ذلك أم أن هناك جوانب أخرى؟ لا شك أنه نحن لا نستطيع أن نحمل الإمارات كل اللوم أو كل الأخطاء التي ترتكب. قبل الإمارات هناك شرعية يجب أن تحاسب. نحن في اليمن، نحن كيمنيين معنيين بطرف يتحمل هذه المسؤولية. هذا الطرف هو الذي رشحناه والذي دفعنا به لسدة الحكم ولسدة هذه الشرعية، وهو الذي سيحاكم أمامنا باعتبار هذه اللحظة السياسية وباعتبار أيضا مآلات هذه اللحظة السياسية. إنه نحن لدينا هذه الشرعية هي المسؤولة الأول والأخير أمامنا كيمنيين عن هذا الفشل، عن هذه الأخطاء، عن هذه الخطايا والرزايا التي أصابت وحلت باليمنيين اليوم. يأتي بعد ذلك الدور الإماراتي. أنا باعتقادي أنه الدور الإماراتي لم يعد يخفى على كثير أنه الدور الإماراتي بالأخير أولاً وأخيراً هذه الدولة دولة رئيسية فيما يسمى بالثورات المضادة، وهي الممول الوحيد والرسمي لمثل هذا، أو الممول الرسمي صح التعبير للثورات المضادة التي تشتغل في ليبيا، في سوريا، في العراق، في أيضاً في اليمن اليوم. هذه الدولة مشروعها واضح، هي عبارة عن مقاول من الباطن تنفذ مشاريع مضادة لكل إرادات شعوب في هذه المنطقة، وقفت ضد الربيع الديمقراطي في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن، وبالتالي لم يعد يعني من غير المنطقي أو من غير اللائق أنه يعني هذا الدور لا ينسحب مثلا في الحالة اليمنية. في الحالة اليمنية أعتقد أنه تمادى الدور الإماراتي بشكل فاقع وواضح أكثر مما هو كائن في دولة أخرى بحكم اتصالات والجغرافية والتقارب الجغرافي يعني حدا بها إلى أن تؤسس قواعد عسكرية في عدن وفي المخا وفي ميدي وفي ميون وفي جزيرة ميون. كل هذا أصبح واضحاً اليوم. يعني مثلاً من المفارقات الغريبة أن يدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن باقر إلى خيمة في قلب العاصمة أو في قلب الأراضي اليمنية في قاعدة العناد، إلى خيمة مكتوب فوقها أن الإمارات. يعني هذا يعني لم يحصل حتى في أسوأ لحظات التاريخ سخرية وسخافة. رئيس وزراء يدخل إلى خيمة يعني في بلاده، يدخل في ضيافة الغريب. يعني نحن أمام مسرحية هزلية
ومكشوفة وواضحة، لا تحتاج مزيد من الحذلقة والتحليل السياسي، لأنه أصبح هناك دور واضح للإمارات في اليمن. هذا الدور يتمثل في ضرب اليمن وإبقائها في غمرة في تون فوضى عارمة، لتبقى هذه الدولة متحكمة بمسار الاقتصاد، بمسار الموانئ، بمسار التنمية، بمسار الاستقرار. أصبح واضحا اليوم الإمارات جزء من مخطط دولي كبير يسعى إلى ضرب وعرقلة التحولات الديمقراطية والسياسية في المنطقة العربية. طيب أستاذ نبيل، دعنا نشرك معنا في الحوار الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم وبالضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. حياكم الله دكتور. إذا يبدو أن يعني هناك كثير من يتحدث على أن طول أمد هذه الحرب قد يكون هو من جعل التحالف ينحرف عن أهدافه في اليمن، وأنه ربما بات يريدها منطقة صراع مستمر أكثر مما أنه يريد حسما بداخل هذه البلاد. هل طول أمد الحرب جعل ذلك، يعني جعل الوضع في اليمن كذلك، أم أن الأهداف كانت أساسا من البداية كانت وضع اليمن بهذا الحال؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربما يكون طول أمد الأزمة عاملا ثانويا، ولكن قطعا هناك عوامل جوهرية هي التي أفضت إلى ما أفضت إليه اليوم من الاضطراب والفوضى والمآسي والفواجع في الأزمة اليمنية التي نراها تتأخر ولا تتقدم. أحسب أن العوامل الرئيسية التي أفضت إلى الوضع الكارثي الذي يعني عليه الأزمة اليمنية اليوم، أولا لأن التحالف دخل بغير مظلة سياسية، هذا كان واضحا منذ الأسابيع الأولى، كانت حملة عسكرية ضارية وهذا أمرا كان مباركا، ولكن التحالف دخل أو دش هذه الحملة العسكرية دون مظلة سياسية، دون حل سياسي، دون تصور سياسي ماذا بعد الحرب. هذا واحد. الأمر الآخر والذي لا يقل أهمية عن العامل الأول، أن التحالف دخل بأجندات مخفية، هذه الأجندات بدأت تتضح وتظهر اليوم. هناك 10 دول يعني دخلت أو كانت أعضاء في هذا التحالف، ولكن انتهت قيادة التحالف إلى دولتين فقط، هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويبدو واضحا أن هناك أجندات، يعني هاتين الدولتين دخلتا هذه الأزمة بأجندات ربما تختلف اختلاف جذري لك أن تحدث عن الأجندة الوطنية اليمنية. فهذان العاملان هما اللذان أديا أو أفضيا إلى ما أفضيا إليه اليوم في يعني حالة التراجع والتكلس والتفهطر التي وصلت إليها الأزمة اليمنية. طيب الآن عندما يعني نرى ما يبدو أنه سعيا إماراتيا في الجنوب إلى إضعاف الحكومة الشرعية من خلال بناء أجهزة عسكرية خارج وكذلك أمنية خارج إطار الدولة، لمصلحة من يتم إضعاف الدولة، خاصة ونحن نعرف أن التحالف دخل لي يعني أحد الأهداف الرئيسية في التحالف حماية المصالح لهذه الدول التي دخلت. لمصلحة من تفعل الإمارات هذا؟ لمصلحة مشروعها. يعني الإمارات اليوم تتحرك وكأنها قوة إقليمية جوهرية مصالح، وهناك مشروع إماراتي لم يعد خافيا. هذا المشروع هو أبعد من الخليج وأبعد حتى من الجزيرة العربية. فما يحدث اليوم على الأرض اليمنية سواء في الجنوب، المحافظات المحررة في الجنوب بل حتى في الشرق، يعني المشروع الإماراتي اليوم اخترق حضرموت ووصل إلى المهرة، رغم أن المهرة تقليديا هي يعني منطقة يعني لا أقول نفوذ لكنها امتداد الأمن القومي العماني، والسلطنة منذ يعني أمد طويل كانت حريصة على أن تخرج هذه المحافظة عن يعني حالة الاحتراب والاضطراب التي عليها اليمن، ولكن المشروع الإماراتي اليوم اخترق حضرموت ووصل إلى المهرة في أقصى الشرق، وهذا يرشح الإمارات للدخول في صراع مع السلطنة، لكن هذا موضوع آخر. فالإمارات تتحرك لصالح مشروعها الذي يعني تحمله، ولم تعد ملامح ويعني أبعاد هذا المشروع خافية. المناطق المحررة في اليمن التي كان ينبغي أن تسلم للشرعية وأن تقام عليها دولة، هذه الدولة تعطي نموذج جاذب في الاستقرار وفي الخدمات وفي الاقتصاد وفي الرخاء، هذه المناطق المحررة اليوم تم الاستحواذ عليها وليس هناك وجود لهذه الشرعية. يعني أنا قلت سابقا أن
الذي يضطر المملكة العربية السعودية والإمارات والتحالف بشكل عام، الذي يضطر التحالف إلى الإبقاء على هذه الشرعية، هو الاحتماء بها، استخدامها يعني كترس قانوني تتترس به دول التحالف، وإلا فيعني لن يكون هناك معنى ولن يكون هناك مسوغ يعني قانوني للاستمرار في المخطط السياسي وفي الضربات العسكرية. ولكن إذا تم الاستغناء عن هذه يعني عن هذا الغطاء القانوني، فسيتم التخلص من هذه الحكومة الشرعية. الآن يا أخي الكريم، لو نظرت إلى ما هي مكونات الأزمة اليمنية، هناك تحالف تقوده المملكة والإمارات، هناك حكومة شرعية تستخدم كغطاء قانوني، هناك مناطق محررة، ولكن هذه الحكومة الشرعية ليس لها وجود وليس لها هيمنة وليس لها سيطرة على هذه المناطق المحررة. هناك مشروع إماراتي في المناطق المحررة وفي الشرق اليمني. هذه المكونات ما أحسب أنها تخدم المصلحة الوطنية اليمنية. لذا يعني الحديث عن طول الأزمة من عدم طولها، يعني هذه مسألة ثانوية، ولكن المسألة الجوهرية ما هو مصير الأزمة اليمنية، ما هو مصير يعني الوطن اليمني في ظل هذه المعطيات التي نتحدث عنها. هل يمكن للشعب اليمني، هل يمكن للحكومة، حكومة الرئيس هادي، أن تستمر في حالة الارتهان إلى المعادلة الإقليمية والتي منها التحالف؟ أنا أقول إذا أراد اليمنيون أن يخرجوا أنفسهم من هذا المأزق، فعليهم أن يستعيدوا القدرة الذاتية وأن يحرروا أنفسهم من حالة الارتهان للحالة الإقليمية، وأن يدشن هناك مقاربة جديدة للتعامل مع القضية اليمنية بأدوات جديدة ومقاربات جديدة ورؤى جديدة. ما لم يحدث هذا، فإن التحالف بات واضحا أن التحالف اليوم يستخدم اليمن كورقة من أوراقه في يعني هذا الصراع الإقليمي. طيب دكتور عبد الله، يعني إذا ما رأينا الواقع الآن في اليمن وما يمكن أن يعمل من خلال تحركات على الأرض، سواء على الأرض أو حتى في يعني على المستوى السياسي بالنسبة للدبلوماسية اليمنية والشرعية بشكل عام، ما هو المنطقي والمعقول لأن يحدث من قبل هذه من قبل الشرعية لمحاولة تدارك ما يمكن تداركه على الأرض اليمنية؟ الخطوة الأولى أن تستعيد الشرعية قوتها، أن يكون لها حضور عسكري على الأرض، وهي قادرة على ذلك إن أرادت. الشعب اليمني يملك مقدرات ويملك إمكانات استراتيجية ويستطيع أن تكون له قوة ضاربة. الآن هذه القوة على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الإداري، على المستوى الخدمي حتى، يعني الشرعية ليست في هذا ليست يعني لا تملك أي من هذه القوة على الإطلاق حتى على الأرض. فالخطوة الأولى أن تستعيد هذه الشرعية القوة، وأن يكون لها قوة عسكرية، وأحسب أنها قادرة. هناك المقاومة اليمنية، هناك الجيش الوطني اليمني الذي يمكن إعادة بنائه. الآن قد تم تفكيك هذه القوة العسكرية التي تتبع نظريا للشرعية، وتم الاستعاضة عنها مثلا بالحزام الأمني في عدن، بالنخبة الحضرمية في حضرموت، يعني الأمن الوطني في المهرة وغيرها. إذا تم استبدال أو تم الالتفاف على يعني الشرعية وعلى هذه القوى العسكرية التي يفترض أن تكون تابعة للشرعية. إذا الخطوة الأولى أن تمتلك الحكومة الشرعية قوة عسكرية ضاربة تستطيع أن تستخدمها ورقة على الأقل، هذه واحدة. الأمر الآخر أن تستعيد السيطرة الإدارية والسياسية على المناطق المحررة، وأن لا تترك هذه المناطق نهبا، سواء للمشروع الإماراتي أو لغيره. الخطوة الثالثة أن تعيد هذه الشرعية الجسور، بناء الجسور مع القوى اليمنية المختلفة. أنا أحسب أن هناك جملة من القوى اليمنية مهمشة أو مغيبة وليست في المشهد، سواء كأحزاب أو كقبائل أو كشخصيات أو كقوى فكرية وسياسية وغيرها. فلا بد للشرعية أن تعيد بناء الجسور مع هذه القوى اليمنية. وما المانع يا أخي الكريم أن يعقد اليمنيون مؤتمرا للتداول حول هذه المسألة وإعادة النظر؟ الآن مضى على الأزمة اليمنية منذ عام 2014 ثلاث سنوات أو تقترب من ثلاث سنوات، مضى على عاصفة الحزم أكثر من سنتين، والأزمة اليمنية ليست فقط في مكانها الأول، وإنما هي في حال التراجع وفي حال التقاطر. فما المانع أن تلتئم هذه القوى اليمنية الحية
أحزاب وقبائل وشخصيات وقوة ثقافية وفكرية تلتئم في مؤتمر وتعيد النظر في هذه المقاربات التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد قادرة على تحقيق الغايات والمقاصد الوطنية المرجوة. هذا ما أراه ممكنا الآن، ما يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية، وتخرج كما قلت يعني قبل قليل، تخرج من حالة الارتهان إلى القوى الإقليمية. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي العماني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. إذن بالعودة إليك أستاذ نبيل، أريد منك تعقيب على حديث دكتور عبد الله الغيلاني، خصوصا حديثه الأخير حول خطوات الممكنة لأن تعود الشرعية يعني الفعل وأن تعود للمبادرة. أنا باعتقادي قارب الصواب كثيرا دكتور عبد الله الغيلاني فيما يتعلق بالخطوات التي يجب أن تكون خطوات إسعافية وإجرائية في مسألة سعادة الشرعية في هذه المرحلة، وهي يعني بأبسط صورها تتجلى في عودة حضور الشرعية إلى الأرض، أو حضور الشرعية في فعلها الإداري والسياسي والأمني والاقتصادي. الناس ماذا تريد من الشرعية، أو ما هي الشرعية في المصطلح المتعارف عليه؟ الشرعية هي ما يمثلك على هذه الأرض، ما يدير شؤونك اليومية ومصالحك الخاصة والعامة، هي هذه الشرعية التي تلمس منها وجود الأمن، وجود الخدمات، وجود أبسط صور الحياة اليومية البسيطة العادية للمواطن اليمني. لكن حينما تغيب الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية، برئاسة الوزراء، حينما تغيب مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية، كل هذا، هذا بمعنى أنه هناك فراغ. هذا الفراغ من سيأتي؟ ميليشيات مسلحة، عصابات بلطجية، أمراء حروب، مشروع خارجي، دولة إقليمية أو دولة، كل هذا الفراغ ممكن أن يملأ بأي من هذه المشاريع. ما يحدث في المناطق المحررة، هناك فراغ أمني كبير وسياسي كبير وقاتل، ساهمت الشرعية بغباء أو بدون غباء، بقصد أو بدون قصد، ساهمت في إطالة أمد هذا الفراغ الذي اليوم رأيناه يملأ بمشاريع جماعات مسلحة متطرفة، بمؤسسات أو بمشاريع أو بميليشيات خارج سيطرة الدولة مسلحة وتتبع بولائها لدولة أخرى. يعني نحن أمام مشهد ليس بذلك التعقيد بقدر ما هم بهذه البساطة. هناك شرعية غائبة، هناك فراغ سياسي وأمني وعسكري موجود ملئ من قبل هذه، تم ملئ هذه الفراغ، وهذا الذي دعينا ووصحنا كثيرا منذ بداية الأزمة. المناطق المحررة يجب أن تعود إليها الشرعية في أبسط صورها. لا نريد أن تعود الشرعية بتلك الصورة الكبيرة الجاهزة، نريد شرعية تحضر بدرجاتها البسيطة، رجل الأمن، رجل المرور، رجل الخدمات البسيطة العادية التي يلمسها، لكن لا وجود يعني على هذا المستوى لا توجد الشرعية، وبالتالي كل ما سينشأ بعد ذلك فهو شيء طبيعي. هذا المسار الأول، عودة الشرعية. لكن حينما نصل إلى مرحلة عودة الشرعية مرهونة برضا طرف معين في التحالف العربي، نحن أمام كارثة حقيقية. يعني نحن أمام، باختصار، نحن أمام اليوم يعني كل ما كان يقول عنه الإنقلابيون فيما يتعلق بالتحالف العربي، اليوم تقدمه السياسات الإماراتية لهؤلاء الإنقلابيين على طبق من ذهب. إن هذا عدوان خارجي، وإن هذا العدوان الخارجي شرعية تدخله في اليمن فقدت مصداقيتها من خلال هذا الذي حدث. اليوم يتدخل التحالف العربي من قبل الإمارات العربية المتحدة لتحل بسياساتها وتصرفاتها وميليشياتها وكل ما يتم في الجنوب هو على 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 أساس وعلى وبديل ونقيض للشرعية. وبالتالي ما سيحصل يعني التفسير المنطقي والأوتوماتيكي لمثل هذا الإجراء هو تحول الإمارات من دولة تحالف مدعوة من قبل الحكومة الشرعية إلى سلطة احتلال، باختصار شديد وبسيط ودون أي تعقيدات. سلطة احتلال تدير هذا المشهد خارج مؤسسات الدولة، وتبني ميليشيات خارج مؤسسات الدولة، وتدير وتعين وتعزل وتوظف وتحاصر وتقمع وتسجن وتحبس من يخالف هذه الرؤية ومن يخالف توجهات هذه الدولة. وبالتالي نحن أمام حقائق جوهرية واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الجدل والسوفسطائية. أن الإمارات العربية المتحدة الآن تجلى مشروعها بشكل كبير، هي تسعى لضرب الشرعية ونسف هذه الشرعية وإحلال أجندات واضحة ومعدة مسبقا لديها، اقتطاع الجنوب اليمني وتحويله إلى حديقة خلفية لولاية لإمارة أبو ظبي، وتسليم الشمال لحليفها أو ما يعتبر دميتها على شاكلة حفتر وسيسي، وهو أحمد علي عبد الله صالح المقيم لديها في الإمارات. نحن أمام حقائق واضحة تتجلى اليوم في الشواهد كلها، ما
من خلال هذا المشهد الواضح في تحول الإمارات إلى دولة احتلال وسيطرتها على كل مقدرات الدولة في الجنوب وموانئها ومواطراتها. تخيل رئيس الجمهورية مش قادر يعود إلى عدن العاصمة المؤقتة، مش قادر، طائرات رئاسة الجمهورية تسقط وتهبط في مطار عدن. نحن أمام مهزلة كبيرة، هذه المهزلة ليست مسؤولة عنها الإمارات العربية المتحدة. سيكون من السذاجة بمكان ومن الغباء أن نحمل الإمارات العربية المتحدة. نحن نحمل هذه المسؤولية التاريخية للشرعية، الشرعية التي هي مناط تكليف اليمنيين ومناط أو أمام مسؤولية تاريخية لليمنيين، وهم الذين وصلوا لهذا المكان، وهي المسؤولة الوحيدة والمباشر أمامهم في إيقاف هذه المهزلة حتى لا تذهب اليمن أضحوكة للإقليم وللعالم. طيب سأسألك عن دور الشرعية هنا وكذلك دور المملكة العربية السعودية باعتبارها الحامل الأكبر لجزء يعني لجهد التحالف العربي في ذلك، لكن قبل ذلك سنذهب إلى فاصل قصير. أستاذ نبيل، المشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى المساء اليمني. إذن نعود للحوار مع الأستاذ نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي. أستاذ نبيل، إذن أين السعودية، أين المملكة العربية السعودية من كل ذلك، وأين الدور الذي يمكن أن تقوم فيه لحقيقة، لأنه كما يعني كثيرون يتحدثون على أنه ليس من مصلحة المملكة وجود اقتتال بهذا الشكل في اليمن، خاصة مع ما يمكن أن يقال أنه أذرع إيرانية بداخل هذه البلاد. أنا باعتقادي كل ما يجري اليوم في اليمن هو بالضرورة هزيمة كبيرة وساحقة لمسمى التحالف العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا. ما يتم في اليمن هو ضرب وهو تهديد مباشر للأمن القومي السعودي والأمن الوطني السعودي والجزيرة العربية كلها. لكن نحن لسنا ملكيين أكثر من الملك، وليس من حقنا أن نخاف على المملكة أكثر من الملكيين أو من السعوديين أنفسهم. لكن هناك نقطة مهمة وجوهرية يجب أن تقال اليوم وتصارح بها كل الحكومة الشرعية في اليمن. أنا باعتقادي هذه النقطة الجوهرية هو أن تقف هذه الحكومة وتخرج عن هذا الصمت المخزي والمعيب في حقها وفي حق اليمنيين وفي حق أيضا الشراكة الوطنية أو الشراكة العربية الموجودة اليوم بين هذه السلطة، على افتراض أنه المملكة تعترف بشراكة مع الحكومة الشرعية. أنه هناك يجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة حقيقية. هل ما يتم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة يتم بتنسيق سعودي؟ أم أن هناك تضارب في الأجندات؟ وهل نحن شركاء في هذه الحرب؟ أم نحن تبع؟ هل لنا دور في هذه المسألة؟ يعني نحن اليمنيون الذين نقدم سيول وأنهار من الدماء اليوم في كثير من جبهات القتال على حدود المملكة العربية السعودية وفي شواطئ اليمن وبحارها وجبالها. هذه الدماء التي تضخ هي جزء كبير جدا منها، ليس فقط دفاعا عن اليمن، فقط دفاعا عن الجزيرة، على أمن الجزيرة العربية كلها. نحن أمام مشروع وخطر إيراني كبير يتهدد المنطقة العربية ويتهدد وجودها السياسي والإثني والجغرافي، مثل ما تهددها في العراق وابتلع العراق وسوريا وما إلى ذلك. نحن اليوم في اليمن نواجه هذا المشروع اليوم بعد أن تمكن من السيطرة على العراق وسوريا، هو اليوم يسعى للسيطرة على اليمن، وبالتالي نحن نقاتل اليمنيين كجزء من هذا المصير العربي المشترك. نحن نقدم هذه التضحيات بشراكة مع دول التحالف العربي، مع المملكة العربية السعودية تحديدا التي دعت الإمارات العربية المتحدة لهذا التحالف. فهل ما تقوم به الإمارات في هذه المرحلة هو يتم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، أم يتم خلف كواليس مشهد ما لأجندات مختلفة، لتضارب أجندات بين هذين الطرفين؟ يجب أن تقف الحكومة الشرعية وتخاطب المملكة العربية السعودية حقيقة عن مثل هذه الممارسات، وخاصة حينما يصل الأمر إلى أن تمنع القوات الإماراتية المتواجدة في مطار عدن طائرات رئيس الجمهورية من الهبوط في مطار عدن. حينما تصل الأمر إلى 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 تغيير ديموغرافي في مناطق يمنية معينة كما حصل في مدينة ذباب في محافظة في ذباب محافظة تعز، يتم تهجير المواطنين من أماكنهم وتحويلهم إلى ثكنات عسكرية ومطارات ومطارات عسكرية للإمارات العربية المتحدة كما حصل في جزيرة سقطرى، كما حصل في جزيرة ميون بريم. نحن أمام حقائق يجب أن إن لم تصارح المملكة الآن وإن لم تصارح الشرعية نفسها وتصارح شعبها في هذه المرحلة، فأعتقد أنه ستكون حكومة مسؤولة مسؤولية تاريخية، وستسجل هذه الحكومة كحكومة، يعني لا أريد أن ننزل إلى مستوى الخطاب المعارض للحكومة، ولكن هذه المسؤولية التاريخية يجب أن تقف الشرعية اليوم عند هذه المسؤولية وتصارح الناس أنه هناك خلل، هناك إشكالية يجب أن تعالج هذه الإشكالية في إطارها وفي قوانينها وفي قنواتها الرسمية وفي
يعني بأي شيء من الأشياء. المهم يجب أن يحل هذا الخلل. هناك خلل في منظومة العمل الذي والرؤية الموجودة في التحالف العربي، هناك نتائج عكسية تعود بالنقيض وتعود باتجاه تدمير هذه الشرعية وإنهائها. آخر ما تبقى لنا كيمنيين اليوم أمام المجتمع الدولي هي هذه الشرعية، فتحولت هذه الشرعية إلى لعبة ونكتة ساذجة في 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 يد أطراف التحالف العربي أو في يد تجار الحروب اليوم الذين يديرون هذا المشهد. أنا باعتقادي سيكون سيلعننا التاريخ وسيلعن هذه النخبة الحاكمة السياسية وسيلعن هذه الشرعية التي أوصلتنا إلى هذا الحال. طيب يعني هي نقطة يعني مهمة. الآن عندما نشاهد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر يعني في هذه الزيارة لقاعدة العند وما شهدناها بداخل هذه الخيمة من لافتات، يعني جاء لي أو تذكرت أنا ما حدث مع ما قيل عن أنه سيكون إذا كان استمر خالد بحاح في رئاسة الوزراء في وقت من الأوقات. خالد بحاح تم عزله الآن، هل نتوقع خطوات مماثلة للحكومة، تغيرات في الحكومة؟ يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي راضي عن ما يحدث أم لا؟ أنا باعتقادي أنه من المنطق اليوم أنه ما فيش إنسان بأدنى مواصفات السلامة البسيطة الإنسانية سليم العقل والتفكير أنه يرضى باللي حاصل في اليمن، فما بالك في واحد في قمة الهرم رئيس جمهورية ويرضى بمثل هذه المسرحية التي تتم تحت اسمه وتوقيعه وسمعه وبصره. هذا رئيس جمهورية، وأن يتحول رئيس جمهورية إلى هذه الصورة الكاريكاتورية التي ليس له قدرة على تغيير هذا المشهد، أنا باعتقادي أنها كارثة إذا وصلنا أو اعتقدنا أنه رئيس الجمهورية ممكن أن يرضى بمثل هذا المشهد. باعتقادي أنه لا يمكن أن يرضى رئيس الجمهورية بهذا المشهد. لكن أنا باعتقادي أيضا وفي الجانب الآخر أنه على الحكومة هذه، على الرئاسة، على رئيس الجمهورية أن يعيشوا لحظة صدق ولحظة أن يقفوا مع أنفسهم لحظة مصداقية وطنية ولحظة صدق حقيقية ويقيموا هذا المشهد. أين وصلنا نحن؟ أين وصل الحال بهذه الشرعية؟ نحن أكثر من سنة أو سنتين وأربعة أشهر من القتال، هناك مناطق شاسعة وكبيرة محررة فمش قادرين نعود للمناطق المحررة. هناك تضارب أجندات أيضا في إطار شرعية الأمر الواقع. الميليشيات التي تكونت من قبل بعض أطراف التحالف العربي هي التي تدير المشهد الأمني في عدن وفي حضرموت وفي كثير من المناطق وتسعى لإدارة المشهد أيضا في محافظة تعز. نحن أمام حقائق يجب أن تقال أيضا. يعني سنتين ورئيس الجمهورية مش قادر يعود إلى عدن، وإن عاد يعود بطريقة إجبارية ويضطر مرة أخرى إلى أن يعود. أنا باعتقادي كل هذا المشهد اليوم يجب أن نقف الجميع، قوى سياسية، أحزاب، قوى ثورية، نخب مثقفين، قوى قبلية، قوى أن تقف لحظة صدق وتعلن لحظة يعني لحظة وطنية فارقة وتعلن عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية أمام هذه المرحلة. كيف ننتشل اليمن من هذا الحضيض؟ دولة في عمر ألف يعني 5000 سنة ضاربة في جذور التاريخ، حضارة ودول وقوانين وأنظمة وتراكم لتراث عظيم، يأتي اليوم ويصبح عبارة عن يعني مهزلة سياسية أو مهزلة أو مسرحية يتم اللعب بها من قبل هذه الخيمة أو تلك. يعني نحن أمام حقائق يجب اليوم أن نقف موقف يأد أمام هذا التحولات، أمام هذا التطور المسيء لنا كيمنيين والمسيء أيضا والمهدد أيضا للوجود العربي والوجود الإسلامي أو الوجود الجزيرة العربية كلها. أنا باعتقادي اليوم الكارثة الكبيرة اليوم أنه هذا المشهد الجميع يعيش حالتين، لا نخاب ولا باحثين ولا مثقفين ولا سياسيين ولا يستطيع أن يوصف هذه. يعني الجميع اعتزل حتى وسائل التواصل الاجتماعي وينتظرون الفرج وينتظرون ليلة القدر تمر عليهم أو ما شابه من الموروث الخرافي الذي يفكرون به. يجب أن نكون صراحة في هذه المرحلة ونتداعى لإنقاذ اليمن. الآن اليمن تغرق في وحل الاقتتال وفي وحل الفوضى والدمار والذهاب إلى مصير مجهول. اليوم أنا باعتقادي القوى الثورية التي وقفت خلف ثورة 11 فبراير يجب أن تعود للمشهد. هذه القوى هي بيضة القبان وهي القوى الصامتة اليوم وهي التي يضحى شبابها في الميدان. كل الشباب الذين يضحون في الميدان هؤلاء ينطلقون من أهداف ومبادئ ثورة 11 فبراير، وهؤلاء الذين تضحياتهم يجب أن لا تمر سدى، ويجب على القوى الثورية السياسية الشابة التي شاركت أو التي تماهت أو التي عزلت أو التي تم تحجيمها أو التي تم إخفائها على المشهد طوال سنتين وثلاث سنوات الماضية أن تعود للمشهد
وتدير عقلة اللحظة السياسية من خلال الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع. هذا المؤتمر الوطني الجامع يجمع كل النخب اليمنية المهاجرة ومثقفة والغير راضية بهذا المشهد الهزلي الذي وصلت إليه اليمن، ويتدعوا لإيجاد خارطة طريق لإنقاذ اليمن من هذه الفوضى. أنا باعتقادي ليس اليمن رهين لي 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 اليوم لحكومة إمارة أبو ظبي أو رهين لفلان أو علام من الناس. أنا باعتقادي نحن شعب لدينا الإمكانيات والقدرات، ما نستطيع أن ندير عقلة التاريخ الآن ونسجل موقف وطني وموقف يحسب له ألف حساب. أنا باعتقادي ليست المسألة بتلك البساطة بحيث أنه ننتظر من يقرر مصيرنا فلان أو علان من الناس. نحن أمة وشعب ضاربة جذورها في التاريخ، ولنا تاريخ من العمل السياسي وتاريخ من العمل الوطني المشرف، وبالتالي لا يجب أن نستكين وأن نتراجع في هذه اللحظة. يجب أن نسجل لحظة، أن نسجل هذه اللحظة التاريخية ونقول للعالم نحن لدينا الحلول لمشاكلنا، فمن أراد أن يساعدنا أهلا وسهلا به، ومن لم يرد أن يساعدنا فعليه أن يجنبنا شروره ومشاكله. طيب أستاذ نبيل، دعنا نشرك معنا في الحوار رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ نبيل البيضاني الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أخي، شكرا للاستضافة. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن أستاذ نبيل، من وجهة نظر حقوقية، عندما يعني نرى ضربات لطيران التحالف كما يقال أنها أخطاء، الأستاذ نبيل هنا يقول أنها باتت خطايا الآن وليست أخطاء، تستمر بداخل الأراضي اليمنية، بينما يعني متهمون من قبل الأمم المتحدة بعرقلة العملية السياسية بداخل اليمن، يتجولون بحرية بداخل البلاد، كيف هو الوضع من وجهة نظر حقوقية؟ حقيقة يعني باتت المسألة حقيقة باتت المسألة ليست حرب، بس باتت المسألة أن هنالك يعني استهتار بالدماء. والنظرة الآن إذا رأيتها على الواقع أنه للأسف يعني الجميع لا ينظر مطلقا لمسألة الحقوق والحريات كأولوية. كان يجب على المشهد أن ينظر إليه الجميع بمسألة الحقوق والحريات. الناس عندما تقتل هذه الدماء التي تذهب، هل تذهب عبثا؟ مشكلة الواقع اليمني أنه دائما ما زلنا حتى اللحظة في حالة أن وجدنا أي انتهاكات على الأرض لا يتم متابعتها مستقبلا. كل المجرمين وكل المنتهكين حصلوا على نوع من البراءة. هذه البراءة مثل ما حصل على عبد الله صالح بعد ما قتل الشباب في الساحات، تحول إلى بريئا عبر ما فعلته المبادرة الخليجية. الآن في الاتجاه الآخر أيضا الواقع اليمني والمشهد سيستمر في مسألة استنزاف الدم اليمني، وفي الأخير لن نصل إلى حلول. للأسف العملية السياسية لا ترتكز على مسألة الحقوق والحريات كمرتكز. أنا أريد أن أضيف إلى كلام الأستاذ العزيز نبيل البكيري أنه يجب أن تكون المرتكز الأول للعملية السياسية هي الحقوق والحريات. في حالة أن يكون هناك انتهاك على الأرض يجب أن تقف اليمن كلها، يجب أن نقف جميعا. ما يحصل الآن في الجنوب أو ما يحصل الآن في الشمال أو ما يحصل الآن في تعز أو في مأرب أو الحديدة، أي منطقة يجب أن لا تخرج من مسألة المحاسبة الحقوقية. لا يجب أن نعطي شيكات على يعني فاضية بدون أي رصيد، يعني نعطيها للسعوديين أو الإماراتيين أو حتى اليمنيين أو أي فصيل سياسي، لا ينبغي مطلقا. يجب أن نتابع هؤلاء عبر الدائرية. ما زال في العالم الآن حقوق وحريات ومنظمات ومحاكمات ودوائر وتوازنات نستطيع نحن أن نلعب فيها جيدا. لا ينبغي مطلقا أن نسكت أو نصمت أو أن نتجاهل، لأنها مشكلتنا أن عندما تجاهلنا هذه الدماء وتجاهلنا الحقوق والحريات بدأت عمليات التنازلات السياسية لهذا الواقع. أنا أتمنى فعلا أن تكون المرتكز الأول للعملية السياسية هي الحقوق والحريات للناس. في هذا نحن سنعيدهم. هناك اتجاه فعلا الآن من قوى الإقليم في وضع هيمنة على اليمن، وضع إدارة أو وضع دعونا نقول وضع شكل عام دستوري لليمن، أن نتجه بناحية نسق سياسي استبدادي قاهر. في هذه المرحلة نحن يجب أن نركز أيضا على الحقوق والحريات، هي التي ستمنعهم تماما من أن يفعلوا شيئا. أنا أعتقد بأن الحرب تحولت من حرب يعني بين فصائل إلى حرب هيمنة. الجميع الآن يريد أن يهيمن، هيمنة الإماراتيين على الجنوب،
السعوديين يظنوا أنهم هيمنوا الآن، ولكن للأسف سيتجهوا مستقبلا كما نراه الآن بهذا النزغ الذي نراه الآن، سيتجهوا إلى أنا أعتقد أنهم سيندمون كثيرا على ما يفعلوه الآن أو يصمتوا عنه. هنالك في لا أقولها بصدق يعني لا يوجد هنالك نضوج سياسي جيد لدى القيادة السعودية لنعرف ما تريد. كنا من قبل نعرف تماما أن لديهم إرادة سياسية في اليمن لتغيير المشهد السياسي. الآن لا نعرف ما الذي يريد السعوديين، هل يريد هيمنة؟ هذا ليس طريقتان. هل يريد فعلا الانتصار؟ أيضا هذا ليس طريقة. هل يريد القضاء على الحوثيين أم إبقائهم؟ أيضا هذا غير صحيح وغير صائب. ما أتمنى هنا يعني أن ينظر إلى مسألة الحقوق والحريات كمرتكز نحن هي ورقتنا الوحيدة التي نستطيع فيها أن نقاوم مستقبلا، لأنه أي شخص أو أي فئة أو أي دولة أقامت أي انتهاكات على اليمنيين نستطيع أن نجابهها ونستطيع أن نقف ضدها ونستطيع أن نتابعها ونستطيع أن نحاكمها مستقبلا. لذلك يجب أن يتنبه الجميع أن يتمسكوا كثيرا في مسألة الحقوق والحريات على الأرض. إذن أشكرك أستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. بالعودة إليك أستاذ البكيري، يعني هل يمكن لي مثلا تقدم عسكري ما أو عملية عسكرية إعادة مثلا جبهة المخا إلى الواجهة أو الحديدة إلى الواجهة أو تحريك جبهة نهم إلى أن يدفع بالعملية التي تجري في اليمن إلى مسار أكثر صحة إن صح التعبير؟ لا أريد أن أكون متشائما هنا وأقول أن المسار العسكري وصل إلى ربما إلى مرحلة اللا فاعلية أو اللا حضور، بمعنى آخر أنه المسار العسكري أصبح روتيني أكثر من اللازم، بمعنى آخر أنه ليس له ذلك الدفع وذلك الزخم الذي كان، بالنظر إلى أنه هذه العملية العسكرية تتم ليس وفقا لرؤية ووفقا ل إرادة سياسية من قبل الشرعية، هي أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالتحالف العربي، والتحالف العربي هو الذي يريد أن يدفع بالمسار العسكري وهو الذي يوقف هذا المسار متى ما أراد، وبالتالي نحن مرهونين لمعادلة سياسية معقدة مرتبطة بالتحالف العربي مرتبطة بالأجندات التي تقف خلف التحالف العربي. وبالتالي أنا باعتقادي الطريق الوحيد فيما يتعلق بالمسار العسكري هو المقاومة الشعبية، المقاومة الشعبية التي تقاتل على امتداد هذه الفترة الزمنية الكبيرة بمعزل عن كل هذا الذي يحدث، بمعزل عن الدعم، بمعزل عن يعني أيضا حتى عن الخذلان الذي حصل مثلا في مقاومة تعز وفي غيرها. هذه القوى أنا أراهن عليها بدرجة كبيرة، أيضا أراهن أيضا في حالة ما يعني كنا أكثر صراحة، أراهن أيضا بحالة صراحة وبموقف أكثر صراحة ومكاشفة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي. يجب أن تكاشف الآن أو تصارح هذه القيادات أو هذا التحالف يعني إلى أين نحن ماضيين في الأزمة اليمنية. الحرب على طالت أكثر من سنتين وأربع أشهر ونحن لم نصل إلى 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 إجابات حقيقية لمسار هذه الحرب إلى أين، وماذا بعد هذه الحرب، وهل هناك جدية حقيقية؟ يعني نحن لازلنا رهين مخاوف وشكوك وأيضا مأسورين في إطار ما يريده التحالف العربي. التحالف العربي اليوم اطلحت كثير من 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 أجندتهم مثلا بما حصل في المناطق المحررة في جنوب اليمن. أصبح أكثر وضوحا وانكشافا أنه ليس هناك نية حقيقية للسعادة الشرعية، وإلا لا إذا كان هناك نية شرعية حقيقية للسعادة الشرعية لا عادت شرعية للمناطق المحررة وأدارت وأعتقد أنه من لحظة سيطرة على عدن والمناطق المحررة جنوبا، أنا أعتقد لو عادت الشرعية وأدارت أمورها في تلك المرحلة، أنا أعتقد أنه مسألة الانقلاب ربما نكون قد في مثل هذه المرحلة، على افتراض ما زعمت سابقا أنه إذا تمكنت الشرعية من تلك المنطقة أنه قد خلصنا من هذا الانقلاب، لأنه اليوم الانقلاب يتغذى على أخطاء شرعية، الانقلاب يتغذى أكثر ويتقوى أكثر بأخطاء التحالف العربي، بل يستمد من أخطاء وخطايا التحالف العربي كل هذا الحضور وكل هذا القوة وكل هذا الزخم الذي يزداد يوما بعد آخر. أشكرك إذن الكاتب والباحث السياسي أستاذ نبيل البكير، كنت معنا في حلقة اليوم في الاستوديو، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات لهذه الحلقة. وصلنا لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.